شاء الله دائما الخير بوجوهكم جميعا، وان شاء الله الخير في بلد الخير اردننا الحبيب. اليوم بدنا نتحدث بشكل مفصل عن المناطق والبيئه في امانه عمان الكبرى، مناطق ودوائر قطاع البيئة مهم جدا. اليوم نتحدث عن اختلاف بيئي، نتحدث عن مواكبة أمانة عمان للأمانة لهذا التغير البيئي. رح يكون معنا المهندس زيد السعيدي، نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة. صباح الخير مهندس، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. وسهلا فيكم بالله. أهلا، تحملونا شوية دي صيح طقس بارد، لكن والله إحنا سعيدين فعليا بوجودنا اليوم في موقع أمانة عمان الكبرى. واليوم بدنا نتحدث في مجال البيئة والمناطق والمسؤوليات الرئيسية لقطاع المناطق والبيئة في أمانة عمان تحديدا. شكرا سيد، ويعني مرة ثانية أهلا وسهلا فيك، ويعني أنتم اليوم ضيوفنا، وشكرا على الاستضافة ومشاركتنا في يوم المدينة، يوم 2 آذار مدينة عمان. بحب أهني معالي الأمين والإدارة وكافة موظفي أمانة عمان الكبرى في هذه المناسبة، والتهنئة صراحة الرئيسية والكبرى لجلالة السيد نبيل وبيل الفضي اللي احنا يعني نحتفل فيه بالغبور 25 عام، وإن شاء الله عقبال الذهبي بأمر الله تعالى. نعم. احنا سيدي أنا كقطاع بيئة ومناطق زي ما تفضلت اللوكاتية، هناك مناطق اثنين، احنا عندنا 22 منطقة في أمانة عمان الكبرى، إلا مهام وواجبات، ومن واجباتها ومهامها موضوع النظافة والبيئة وتجميع التجميع الأول للنفايات ونقلها إلى المحطة التحويلية في شارق عمان. مهامها الأخرى هي حالات الطوارئ أيام الشتاء والثلوج والأمطار وكذا، ومرت علينا أيام في أمطار، وكانوا الشباب على قدر المسؤولية، والحمد لله يعني السنة لاحظت ما أن أي مشكلة صارت في أي شارع من عمان. صح كان في ارتفاعات لبعض الشوارع منسوب مياه أمطار مرتفعة، لكن بشكل عام الأمور كانت طيبة وجيدة. هاي المهمة الثانية من في 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 مظله المناطق. ايضا هناك قطاع القسم الهندسي، قسم التنظيم، منح اذنات الاشغال، تصاريخ الابنيه، الاشراف على مواضيع الفرز الشقق والاراضي، وهكذا مواضيع فنيه. المناطق 22 يغطي 22 منطقه طبعا في كافه حدود امانه عمان الكبرى. مهندس، نتحدث عن البرامج والمشاريع اللي بتنفذها امانه عمان الكبرى في مجال حمايه البيئه. هلا احنا شوفوا يعني احنا بمناسبة يوبيل الفضي لاستلام جلالة سيدنا الصلاة الدستورية، خلال الفترة هذه 25 عام في مشاريع مهمة جدا أنجزت في مجال البيئة، اللي هو مكب الغباوي اللي أنشئ في عام 2003. نعم. لغاية الآن في يعني أنا بدي أحكي مختصر، يعني هو موسع الحكي في هذا الموضوع، لكن أنا في هاي المناسبة اليوبيل تحديدا هاي المشاريع ونفتخر ونعتز فيها، وهي من ضمن المشاريع الاستراتيجية اللي أطلقتها أمانة عمان الكبرى بحضور جلالة سيدنا هون في مبنى الأمانة، وأطلقت المشاريع الاستراتيجية اللي هي أربع محاور مختلفة بكلفة تقديرية حوالي 918 مليون دينار. من مركز على السؤال اللي ستكاتي موضوع البيئة، مكب الغباوي أنشئ في عام 2003. نعم. لغاية الآن أنشئت في 6 خلايا، سعة الخلية من 2 إلى 6 مليون طن. الكلفة لغاية الآن للست خلايا اللي أنشئت هي حوالي 28 مليون دينار. عندنا المحطة التحويلية في شرق عمان، هاي المحطة اللي تستقبل النفايات اللي تم تجميعها التجميع الأولي من المناطق أمانة عمان الكافة، تستقبلها هاي المحطة وتنقلها إلى المكب الغباوي اللي قبل شوي كنا نحكي عنه موضوع الخلايا. هاي المحطة طبعا أيضا أنشئت في عام 2003، تستوعب يوميا حوالي 3500 دينار، من ضمن خطتنا المستقبلية إن شاء الله، وشغلين عليها بالوضع الحالي بشركاء خارجيين ودعم خارجي، حتى نوصل سعتها اليومية إن شاء الله، يعني تقدر تستقبل باليوم حوالي 5000 طن من النفايات في مدينة عمان. نعم نعم. تحدث عن الإجراءات المتبعة في إصدار رخص البناء وأذنات الأعمال في أمانة عمان، وكيف تتم يعني المتابعة الرقابة دائما؟ هلا شوف، في هناك دائرة رقابة الإعمار أيضا من ضمن قطاع البيئة والمناطق، من مهام إصدار تصاريح الهدم والبناء، وتعرف أنت يعني موضوع الويب ده يعني لا زال يحضرنا ولا زال كذا، على ضوء ترتبت شغلات كثيرة. الآن ما في هدم يصير في أي بناية في عمان إلا بعد الحصول على تصريح هدم من دائرة رقابة الإعمار وتحت إشراف هندسي ومكتب هندسي. نعم. يتم منح الأذنات التصريح. الآن في أي موقع مخالف ما هو تصريح، هناك في إجراءات ثانية إحنا نقوم فيها، لكن هذا الموضوع بالنسبة لنا موضوع هام جدا. نعم. ويعني خلينا نقول متشددين فيه في موضوع. نعم. عشان ما يكون في أي عشوائية. ما في إشي هدم عشوائي الآن نهائيا، اللي بده يهدم على عشوائي على رأسه على كيفه في لا في في في, في في شيء ما يرجع، في ما يرجع هناك. نعم. الان الهدم ايا كان بدك تهد شباك بده يكون تحت اشراف هندسي وتقرير مكتب هندسي وتصريح، ويمنح تصريح من قبل الامانه عن طريق دائره رقابه الاعمار. نعم.
يعني في بعض مثل هذه التصرفات على الأطراف المدينة، على المناطق البعيدة، هل تم ضبطها؟ هل تم التعامل معها؟ هل سيكون في هناك إجراءات مختلفة للتعامل مع هذا الأمر؟ لا للأسف مش بأطراف المدينة، للأسف في كمان في وسط المدينة. نعم. أنا قبل يومين في أحد مناطق عمان بدون ذكرها السبعة صباحا هيك خلال جولتي، يعني مش على شارع الملكة رانيا الرئيسي، شارع الجامعة الرئيسي. نعم. يعني مش معقول كمان. نعم يعني لا ضبطنا وطلعوا الشباب وضبطوه، هلا هو نعم. ماشي يعني كان صحيح جزء هدم سور هدم كذا، لكن لا لكن لازم يكون بالنسبة لنا هدم بغض النظر طبعا طبعا جزء كامل 100%. نعم فتم يعني يضبط وفي اجراءات اتخذت. نعم تفضلي. لا والله أنا بدي أنتقل لك موضوع حالات الطوارئ والكوارث في المدينة، وكيف بتعامل أيضا قطاع المناطق بهذا الموضوع؟ هل هناك دائما استعدادات؟ هل دائما هناك خطط في حال حدوث أي شيء طارئ لا سمح الله؟ أكيد 100%. أنا شوف الحمد لله يعني حالة الطوارئ تهز ما في، إن هي إحنا موضوع الطوارئ الرئيسي، خلينا نحكي عن موضوع طوارئ الشتاء. يعني المناطق بديش تحدث عن الطوارئ بشكل عام، لأن غرف عمليات رئيسية في تنتين يعني، وبدي اتحدث عن المناطق. احنا نعد برنامج مسبق، يعني من شهر تقريبا 9 و8 يكون برنامجنا مسبق، طواري خفيفه متوسطه قصوى حسب حاله الجو وحسب حاله النشره الجويه. نعم. هلا كل منطقه فيها غرفه عمليات مصغره. نعم. مزوده بكافه الكوادر، اليات موتير للشفط، ماشير قص الاشجار، يعني كادر فني ومتبع. في هناك دائره ايضا اضف الى المناطق 22 دائرة خدمات المدينة، هذه عبارة عن دعم لوجستي للمناطق كاملة، حتى في موضوع البيئة، حتى نعم. في موضوع النظافة، حتى في موضوع الطوارئ جاهزين. عملنا من فترة ميسة البسيطة، عملنا نقاط ثبات المناطق اللي نعتبرها إحنا أنها حرجة، المناطق تعتبر حرجة نحط فيها نقاط ثبات. والحمد لله يعني السنة يعني كانت أمورنا جيدة وطيبة، وشفت يعني أرجع مرة ثانية أكد إنه كانت أمورنا السنة بالطوارئ ممتازة، نتيجة لجهود يعني. ايضا الشغل يعني شغل مستمر مخطط له. صحيح. في موضوع تصريف مياه الامطار، في موضوع العبارات، في موضوع فكانت امور جيده. الله يقويك. الله يقويك سيدي. الله يسعدك. نتحدث عن ايضا الجهود اللي بتبذلها في قطاع البيئه تحديدا بالتصدي للتلوث البيئي الموجود. نعم ستي موجوده، وهي من ضمن هذا اللي قلت لك قبل شوي عن موضوع محطه نعم. على مكب الغباوي. نعم هذا البيئه واحنا ملتزمين فيه. الان في عندنا احنا ناتج عصارة النفايات تنتج منها كهرباء، يعني هذه صحيح. طاقة كهربائية. حرق هذا الغاز وكذا يقلل انبعاث الكربون بالجو، ويعني يقلل انبعاث الكربون بالجو، نستفيد منه في شغلة ثانية اللي هي إنتاج طاقة كهربائية. ويعني معلومة لكم احنا الآن ننتج من ناتج الغباء، عندنا محطات تحويلية تحول هذا الغاز إلى كهرباء، ووفرنا في فاتورة الأمانة بما يعادل تقريبا من 40% إلى 45% نسبة التوفير. نعم نسبة التوفير في فاتورة الكهرباء. نعم. والله نسبة منيحة يعني كثير ممتازة. هي شغلتين، منها نقلل انبعاث الكربون في الجو. نعم. واثنين استفادة منها في موضوع الطاقة الكهرباء. نعم. وشغال موجود هذا الموضوع يعني في أيضا يعني كنا نتحدث مع المهندسة ميرفت عن موضوع استخدامات المياه الرمادية في الزراعة، وهذا أيضا توجه يعني اليوم نستفادة منها. نتحدث عن هذا الجانب والخطط دائما للاستخدامات، وهذا بينعكس على البيئة بشكل أكيد. طبعا هي كما هي كان جزء حد الدكتور ميرفت وفصلت فيه تفصيل، احنا كمان نفس الشيء كمان موجود عندنا هذا الحكي، بيستخدم اكيد طبعا يعني في موضوع البيئة وتقليل من الاضرار من ناحية الاشجار والمزروعات هي كلها يعني. نعم هذا الموضوع. نتحدث اليوم عن الشركات المحلية والدولية في الحفاظ على البيئة والاستمرار في هذه الخطط تضلها حتى لقادم الايام. إن شركاء يعني إحنا نقصد الشركاء الخارجيين. نعم نعم إحنا شركاء ومشكورين يعني بصراحة. لا يحضرني يعني أشكر كل شركائنا الخارجيين يعني. هنا يحضرني جماعة الجائزة الوكالة الألمانية المائية، USAID، البنك الأوروبي ABRD، هذول كلهم صراحة شركاء. وإحنا تقريبا بالأسبوع مرتين ثلاث نجتمع معهم، لابد من لقاءات أسبوعية معهم، وذكرتهم يعني وجب إني أذكرهم صراحة. وأشكرهم على تعاونهم معنا ودعمهم وتقديمهم كل ما يطلب منهم بصراحة. نعم. يعني فعليا العديد من المبادرات أيضا بالتعاون معكم، مثلا الزراعة المائية وغيرها من المشاريع كانت متعلقة باليوسايد وغيرها تم تطبيقها واستفاد منها العديد من المواطنين. اليوم التفاعل مع المواطنين من قبلكم، كيفية مثلا دائما سماع ردود أفعالهم، إذا كان هناك أي إبلاغات شكاوي لتحسين الخدمات أيضا الحالية. إحنا شوف إحنا بالنسبة لنا يعني بالنسبة لأي ملاحظة ترد من إخواننا المواطنين ترى توزع على الأخصائيين، وكل واحد في مجال اختصاصه وتعالج. هلا في أنا يعني
كان يردنا موضوع الشكاوى يوميه فيما يخص البيئه. خليني انا اركز على موضوع البيئه لانه انا يعني نقول الان الحق او الاختصاص اللي انا شغال فيه الان. تقابل بكل اريحيه. يعني انا بدي احكي تجربه صغيره الان في موضوع فرز واعاده تدوير النفايات. تفضل. بالبدايه كانوا الشباب يعني معتقدين ان المشروع راح يكون صعب والناس ما راح يستوعبوه. لا، هلا عندنا ثلاث مناطق تم يعني تجربه صارت فيهن وصار في خبره عند الناس، اللي هي منطقه زهران حي الرضوان وبسمان الجرن. يعني انا منطقه بسمان حي الجرن بدي اشكر المواطنين هناك، انني عايشتها ولمستها بنفسي. نعم. صاروا المواطنين يجيبوا لك النفايات مفروزه جاهزه. يعني قبل كان المواطن يجيب هالكيس ويحطه بهالحاوية. هناك في توعية ووعي. اليوم أنا جد يعني بصراحة جدا مبسوط، بدي أشكرهم. نعم. وتفاعلوا معنا بصراحة، المجتمع المحلي تفاعل ممتاز جدا. صاروا يجيبوا النفايات، النفايات مفروزة جاهزة أبدا، يعني يحط لك إياها في كل حاوية شو نوع النفايات اللي يجب أن توضع فيها. نعم. هلا التجربة راح تتعمم على ثلاث مناطق ثانية، وراح تتعمم إن شاء الله على كل مناطق ما نتعمل الكورة. في موضوع فرز وتدوير. نتحدث اليوم عن دوركم بخلال شهر رمضان المبارك، يعني عمل الكابسات، تواجد الساحات، وايضا يعني الاهتمام بالعديد من الامور. يعني انا شكرا على سؤالك، هذه هي بالنسبه لنا احنا رمضان حاله طوارئ اخرى غير طوارئ الشتاء، هو فعلا حاله طوارئ. نعم. في موضوع البيئه والنفايات. ومبارح كنت انا والشباب في اجتماع، ان شاء الله في راح يترتب له اجتماع الاسبوع القادم بامر الله تعالى مع المدراء ورؤساء اقسام البيئه المعنيين في هذا الموضوع. وهي فعلا يعني احنا ما بعد الافطار لغايه السحور هي يعني راح تكون تكثيف الجهود هون. نعم. وهي فعلا حاله طوارئ في المرض. نعم. الله يقويكم ان شاء الله، امور مرتبه وجاهزين كل امورنا يا رب. وان شاء الله ان نقدر يعني نرضي هالعالم. يعني 24 على 24 24 هذا باستمرار، ما في جمعه سبت خميس احد. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. يعني قد ايه مهم موضوع فرز النفايات عالميا هذا التوجه، وشو الاثر اللي بيتركه فعليا على البيئة؟ هلا انا يجوز يحضرني هون موضوع كمان انا بدي اثير واحكي فيه. الان احنا في مشروعين، يعني بنوك تدوير، انشاء بنوك تدوير في موقعين في امانه عمان، اللي هو موقع في تلال علي حي بركه، هذا الحي اللي خلف مطعم جبري شارع وصف التل، ومشروع اخر في الصويفيه مقابل مسجد جميل شاكر. نعم. هذول المشروعين مهمه جدا. يعني انا قبل فتره في شباب عندنا طلع لهم، في ناس طلع على سنغافوره، ناس طلع على تايوان، فيحكوا لي عن تجربه، يقول لك انا شفت في كشك بالشارع، في اكشاك موجوده بالشوارع، يقول لك تيجي انت معك كيسك بتوزن تاخذ ثمن كيسو. الان هذول المشروعين هن تجريبيات بالتعاون مع اليو اس ايد، هم اخذوا مشروع واحنا اخذنا مشروع، والان يعني احنا في طور طرح العطاء، يعني مشاريع ابدا في 30 ان شاء الله. ان شاء الله احنا موعد طرح عطاء هذول المشروعين، هذول المشروعين راح يكون يعني تجربه صابر. فريده وغريبه من نوعها عندنا بالاردن. يعني بكره انت تصير تفرز نفاياتك ببيتك، تروح على البنك تحط النفايات ويوزعون لك اياهن وتاخذ بالمقابل. بالمقابل بالضبط، بالمقابل في هذول يعني تعرف خلينا نسميهم النباشيين او ما صحيح نبشوا بهالحاويات، لا راح يكون لهم شيء رسمي جدا. ولهم نعم، وراح يتدربوا هم راح يجي، وطريقه اليوم تشوف راح يكون في هناك تنظيم لمهنه النباشين. خلينا اليوم انت قاعد الحاوي تتنبش، نعم تطلع تلقى الحاويه كلها بدها اعاده تنظيف صح خلفه، لا هذا راح يكون ترتيب، وهي البنوك راح تكون مفتوحه لهم، هو نفسه راح يكون عنده التزام ويترك وراء اثر جيد انه لا الحاوي خليها راح يستفيد اكثر ويستفيد اكيد 100% راح يستفيد. هذا هو هدف المشروع الرئيسي. هل سيكون هناك توزيع لحاويات النفايات مثلا للزجاج للورق؟ نعم. البلاستيك خلينا نحكي اللي حكيتك عن ثلاث مواقع الان نجحت التجربه فيهن. نعم. هلا في كمان ثلاث مواقع اللي هي منطقه تلال علي طارق واليرموك راح التجربه تتكرر كمان مره ثانيه ان شاء الله. وان شاء الله هي نجحت، قلت لك انا يعني أحيي في بسمان حي الجرن، يعني نجحت بطريقة ممتازة وراح إن شاء الله تتعمم على كل المناطق. والله لا. جهودكم مباركة للأمانة ولكم دور كتير كبير دائما بحكي في الحفاظ على جمالية عمان والبيئة نحاول في عمان إن شاء الله، يعني لأنه الدور هذا مهم ودور كبير جدا. ودائما بحكي مش فقط دور على أمانة عمان، كمان على الساكنين وقاطنين هذه المناطق، لأنه إيد واحدة ما بتزقف يعني، وزي الواحد بحافظ على بيته بدي حافظ على حوالين بيته. ستكات يبدي أشكرك، قلتيني إلى شغلة أنا بدي أطلبها يعني من خلال شاشتكم من خلالكم، يعني موضوع بصراحة مقلق جدا إنا والكل، ويعني بأم العين نشاهده كل يوم هو موضوع إلقاء النفايات من زجاج السيارات. والله يا أخوان يعني أنا موضوع مزعج جدا بالنسبة لنا، يعني إشي مؤلم. أنا قبل أصلا قبل ما أجي على القطاع البيئة هذا وأشتغل فيه وأكون واحد من عناصره،
يعني كان يلمني طب انت يعني كيس من السياره صحيح انتظر يعني مش والحمد لله انه صار في مخالفات لهذا الموضوع. في مخالفات وراح لهذه التصرفات اللي عند البعض موجوده موجوده. بدنا نشكرك على وجودك معنا اليوم فعلا مدير المدينه لقطاع التنميه يعني على كل الجهد اللي عم تقوموا فيه ويعطيكم الف عافيه. نعم. نعم. يعني المهندس زيد السعيد نائب مدير المدينه لشؤون المناطق والبيئه شكرا جزيلا على تواجدك معنا. شكرا الله يعطيك العافيه.